بليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه مع اني عارفه انك طريق اخره سراب لا انا قادره من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب أنا مدمنة ولا قد أعراض طلب سعادتك يشرفنا اكيد مش هنلاقي عريس لنعمات احسن من حضرتك ولا يا فرج امال ايه حقيقي الطيبون للطيبات معلش احنا شطبنا هنا ما تخافيش اسماعيل ما دام عرفتني يبقى انت فعلا كريمان مش كده محدش قدر يجزم مين كان معانا ولا كنا فين عشان كده كنت بدور عليكي وعشان افهم منك ايه اللي حصل لنا احنا الاثنين يعني انت مش فاكر اي حاجه حصلت يومها الدكتور بيقول لي ان انا مش فاكر اي حاجه ليها علاقه بينا عجبك حلو تسلم ايدك بس بيتهيالي صغير على ناديه ايه لانه مش لناديه بتحب تكون بنت أو بدك صبي ما نمت؟ لا نمت بس لسه صحي من شوية بعتبره حماس أو قلق؟ يعني إيه؟ يعني ما فهمت ردة فعلك أخبرية البيبي؟
حسيت كتير انبسطت صراحة. لا ازاي بقى؟ ده كفاية ان الست نادية اخيرا هيبقى عندها حد تاني غيرنا تتسلى عليه. هيدا هو المكسب الوحيد. لا طبعا، بس انا مبسوط ان هيبقى ليها اخ او اخت بدل ما تبقى لوحدها. انا مش عارفه شو اتمنى، اذا صبي كرمال يكون عنا صبي وبنت، او بنت كرمال نادزا يكون عندها اخت، لانه انا كنت رح موت انا وصغيره ويكون عندها اخت. المهم يكون زي الأمر زي نادية. يلا أنا رح أقوم شوفها، وأنت كمان قوم أحسن ما أجيبها حتى فوق راسك تتسلى عليك. إيه ده؟ أنت كويسة؟ هو أنت مش النهاردة بيبقى دايماً عندك مشوار؟ أنا رايحة، بس أصل ما جاليش نوم طول الليل، قلت أجي أقعد هنا شوية لحد ما أروح. مالك يا صوفيا؟ أنا فاهمة، بس كنت أنا اللي ماليش علاقة بيها تأثرت جدا بموتها، حتى قلبت عليا المواجع. عزيز تعبان عليا قوي حبيبي، لو شفتيه عامل زي العيل الصغير اللي تايه من مامته. شفته منظره يقطع القلب، بس هو فعلا حاجه شبه اللي انتي بتقولي عليها كده. اصعب حاجه في الدنيا ان غالي يفوتك ويمشي من غير ميعاد، لكن مهما غاب عنك وتفضلي مستنياه عايشه بيه وليه. كان الموت حاجة تانية خالص، يحكم عليك انك تكبري فجأة وتقبلي ان مفيش اي حاجة في ايدك غير حاجة واحدة بس، هي انك تقبلي. وتتجنني إن الأحوال تعيشي زي الميت، أنا ما يوري على حد، في حد غالي علي ويهونها على عزيزة فندي الحسن، هو غلبان ما عرفش يشوف حاجة في الدنيا غير من عينيها، هي من كتر خوفها عليه ما سابتوش حتى يجرب. هيقوم والأم لو تطول تحط دناها جوه قلبها وتقفل عليه. نهاركم سعيد. مش يلا عشان عندنا مشوار؟ انتري. صباح الخير، اجيب الفطار؟ ايوه. هي ست الحسن نايمة في العسل ولا صحيت؟ مش معقول تكوني مش فاهمه، هكون بسال على مين يعني غير الهانم؟ ما تصحصحي شويه يا نبيها، مش عايزه غباء على الصبح. صحيت وقاعده مع اخوها تحت. اخوها؟ هو رجله خدت على البيت خلاص؟ هي كمان بقت بتعزم لي اهلها من غير استئذان؟ لا والله يا ست نبيله حرام، دي اتفاجئت بيه وحتى قالت له ايه اللي جابك. طلع ايه اللي جابك؟ لا مش عارفه، دخلت جوه ما سمعتش قال لها ايه. طيب اعمل فيكي ايه؟ ايه رايك لو نروح نتغدى سوا؟ أنا كويسة يا عزيز، متقلقش علي. لا أبدا، أنا بس ما عنديش حاجة أعملها، فقلت لو نتغدى سوا قبل ما تبتدي شغل. هو أنت هتفضل واخد أجازة قد إيه؟ مش عارف، مش عارف لسه، بس اللي عارفه إن أنا مش قادر أرجع الشغل دلوقتي خالص. خد وقتك لغاية ما تبقى قادر، بس ساعات بنكون محتاجين ان احنا نفضل ملهيين ومحوطين نفسنا بالناس عشان نفضل صلبين طولنا.
ما انا عشان كده طلبت ان احنا نتغدى سوا. انما انت لو عايزه الحق مش عايزه اتغدى. بقيتش افكر في الاكل اساسا. بس مش قادر ارجع البيت استقبل معزين كام يوم كمان. اصلا ما بيخففوش عني. بالعكس. دول بيفكروني بهمي وحزني لان انا مش ناسيهم اصلا. فزي ما انت قلتي لازم احاول احوط نفسي بالناس. بس الناس الصح. وانت من الناس اللي انا عارف انها تفهم وتقدر ان الواحد ممكن يبقى محتاج يبقى مع حد بس من غير ما يقول ولا كلمه. نطمن بالونس وبس. فاهم. لكن انت محتاج تبقى مع ناس تكون قادر تتكلم وتفك وتتلاقي معاهم. مش كل واحد فينا يفضل قاعد ساكت وسارح فهمه. صح عندك حق. في ايه يا منصور؟ عايزك تقفي جنبي يا اختي. في ايه؟ عليا كمبيالات ولازم اسدها والا اتحبس. بس انا مش عايزك تسدها لي ولا حاجه. انا عاوزك بس تسلفيني قرشين اعمل بيهم مشروع صغير يسد ديني ويدخلي لقمه حلوه بعد كده. ومشروع ايه ده يا اخوي؟ في بنبوتي معرفه جايب شروه حلوه وعايز اشوف لها صرفه سريعه عشان طالع يجيب الاكبر منها. هشتريها منه على بعضها بالرخيص وابيعها انا بقى فرط بالغالي. وانت كتبت على نفسك كمبيالات ليه؟ عشان كنت بحاول اعمل اي حاجه تدخل قرش ثابت للعيال بس ضحك عليا. وايش ضمنك ان ما يضحكش عليك تاني؟ لا المره دي انا اللي كسبان ما فيهاش كلام. الحاجه موجوده وشايفها وعارف ثمنها وعارف زبونها كمان. بضاعه ايه يا منصور؟ داهيه ليكون الزفت اللي بتشربه. انت هتذليني عشان بفك على روحي بازازه في السنه مره؟ ما هو ده من غلب يا اختي. ما أنا لو كان عندي شغلانة حلوة ما كانش ده بقى حالي. ما ينفعش تخلي جوزك يشغلنا عندكم في الأوتيل. عندنا فين؟ ما تفوق يا منصور. اللي قدامك دي نعمات بنت أمك وأبوك اللي عارفاك وحافظاك كويس. أنا ما حلتش إلا كرامتي يا حبيبي. ما تبقيش قاسية يا نعمات. طب ده أنا متأكد إنك لو حكيت لجوزك ما هيصدق يلاقي حد أمين ومن دمه يشتغل معاه. انت لو سلفتيني الفلوس مش هتيجي نقطة في بحر من مال جوزك. انما انا عايز أأمن للعيال لقمتهم كل شهر مش مرة وخلاص. حد انا مين؟ انما انا سالت واتقصت وعرفت انهم لو بقى على الطريق في مصر ودوه لاسبيتاليا. بعد كده قعد كام يوم لحد ما عالجوه فاق وروح البيت. انما لما راح هناك طلع مش فاكر خالص، مش فاكر انه متجوز ومخلف من الاساس. يا لهوي يا مسبتي، لو افتكر اللي حصل ولا لو افتكر ان انا السبب في اللي حصل له ده هيعمل فيا ايه؟ دي لازم تختفي من هنا قبل ما يحصل ده. ازاي يعني يا علي؟ يعني بعد ما اكون خلاص هوصل لليلى امشي واسيبها دلوقتي؟ تعالي معايا واعملي كل اللي انت عايزاه بس وانا مطمن عليكي عندي. مش هينفع يا علي، انا لازم افضل وراها لحد ما ليلى ترجع في حضني. طب والدكتور اللي كان وعدك انه يجيب عنوان ليلى هناك عرف يوصل لهم؟ انا هعمل ايه بالعنوان دلوقتي؟ بس ده كان ايام زمان، مفيش حد هيرجع لي ليلى غير اسماعيل. ادعي بس ان ربنا يسترها معايا وهو يفضل ناسي لحد ما هي ترجع في حضني. وبعد كده هطلب الطلاق، ولو ما وافقش إن شاء الله حتى أروح على المحكمة وأقول على إنه كان بيعذبني.
وما دخلتش تشرب حاجة ليه بدل ما تلف في الشارع ساعتين زي ما بتقول؟ ميرسي. انت زعلان من حد عندنا ولا ايه؟ لا ابدا، انا جاي اتكلم معاكي في حاجة تخصك انت. تخصني انا؟ خير؟ محتاج اطمن عليك. من ايه؟ المرة اللي فاتت لما كنا عند عزيز وقلت لك اني قلقان عليكي، سألتيني لو عزيز حكاني. لا مفيش حاجة كده كانت مضايقاني. هبقى احكي لك لكن مش النهاردة، عشان لو حكيت لك مش هعرف اسمع لك، على ما يبدو كده ان انا النهارده لازم اسمع لك، مش كده؟ عايدة حامل. على البال ولا على الخاطر؟ انا مش عارفه ابقى مرت ايه، انا مصدومه. ما هي مراتك، مش عارفه ليه اتخطيت. فما بالك انا بقى حصل فيا ايه؟ لا انت ما ينفعش يحصل فيك غير حاجه واحده بس، تحط عقلك في راسك يا فريد. فريد، العصايه دي ما ينفعش تتمسك من نص خلاص. انا كنت فاهمه في الاول الاحساس اللي اتولد ما بينك وبين كريمه كان غصب عنكم، وكنت متفهمه ان الغلط اللي حصل ده كان بسبب ظروف جوازتك من عايدة. انا وعايدة لو ما كناش اتجوزنا ناديه كان زمانها في لبنان، ما تعرفناش غير لو شافتنا كل فين وفين، واكيد كانت عايدة اتجوزت زي مامتها عشان بقت أرملة في سن صغير وكان هيبقى حقها، ما نقدرش نقول لها لا. والله اعلم مين الراجل اللي كان حارب بنت يوسف. كل ده بيقول انك عملت كل ده عشان اللي حواليك، عشان كده انا كنت فاهمه لما رجلك جت وحسيت باللي انت حسيته تجاه كريم. لكن لو حياتك الزوجية مع عايدة كويسة يبقى ما كانش ينفع كل ده من أساسه يا فريد. ولو أنت زمان كنت بتمثل دور الزوج علشان تكمل الصورة الاجتماعية للعيلة، فللأسف دلوقتي ما بقاش ينفع تمثل غيره. بس الأهم، أنت مستعد تكون رب؟ انتري. قالت له ايه؟ اديته حاجه ملفوفه في منديل وقالت له دي حته صيغه تمنها وبيعها. وايه كمان؟ وقالت له ما ينفعش يجيب سيره قدام سي صدقي خالص عشان هو ما ينفعش يعرف الكلام ده ابدا. طب امشي، اي حد يجي البيت من طرفها تاني تعرفيني، تعرفي لي جه ليه ومشي بايه بالظبط. صباح الخير. صباح النور. أنا لما سألت على مكان لطيف ممكن أخذ فيه القهوة دلوني علينا. شرفت ونورت، المكان مكانك. ميرسي أوي. قهوة حضرتك إيه؟ سادة. تحت أمرك. شكرا. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. هو أنت بتعمل إيه هنا؟ وكنت بتقول ايه لصوفيا؟ صوفيا؟ الست اللي كانت واقفه هنا دلوقتي صاحبه المحل. ده انا كنت بقول لها اني لما سالت على مكان لطيف اخد فيه القهوه دلوني على هنا. انت جاي تشرب قهوه؟ لا، جايه عشان نتكلم معاكي. انا مش هينفع اتكلم دلوقتي ولا هنا، ده مكان شغل. طيب تحبي افوت عليكي امتى؟ خلينا نتقابل الساعه 9 في المطعم اللي احنا تقابلنا فيه. طيب ولو حصل اي تغيير وحبيت تغيري المكان او الميعاد تقدري تتصلي بيا على اوتيل اوجيني، انا قاعد هناك. من اول ما جيت؟ لا، اول ما جيت ما كانش في مكان، انا لسه ناقل فيه من امبارح. هموت يا حسن، هتجنن، مش عارفه اعمل ايه. بلاش تظلميها يا نبيله، ما انت بتقولي انه صيغه مامتك في دولابك انت.
وانها ما بتدخلش اوضتك. مش يمكن تكون باعت صيغتها هي فعلا؟ لا طبعا، هي حيلتها حاجه عشان يبقى عندها صيغه. المشكله كمان اني مش حافظه الحاجه كلها. ماما كان مزاجها في الذهب، ما كانش بيعدي عليها شهر من غير ما تشتري حاجه جديده. ده احنا حتى عندنا السايخ بتاعنا اللي كان بيسيح لها سبايك ويعمل لها حاجات بتطلبها منه مخصوص. لو هنفترض ان اللي في بالك ده حصل فعلا، فانا ما اقدرش الوم على حد غيرك انت يا نبيله. دول حتى بيقولوا المال السايب بيعلم السرقه. كان لازم تفرزي الحاجه كويس وتسجليها او حتى تحطيها في خزنه. بصراحه انا شايف انه انت لازم تركزي مع حاجاتكم شويه اكتر من كده. معاك حق، قبل ما نتسرق على حياه عنا. طب شور عليا يا حسن، نعمل ايه؟ لا انا ما عنديش مانع اني اسمعك، لكن بصراحه مش حابب اتدخل. انت اللي تشوفي ايه اللي عايزه تعمليه. ازاي بقى؟ مش دي حياتي اللي المفروض تبقى حاسس انها حياتك انت كمان وتشارك فيها؟ خصوصا ان انا لوحدي وما عنديش اخوات صبيان ولا حتى بنات، وبابا طيب قوي وتضحك عليه زي ما انت شايف. فنفسي بس ان انت اللي تبقى واقف لي وتتابع حالنا ومالنا. اكيد باباكي بعد الخبره والعمر ده كله مش منتظر ان احنا نفكر له او ندير له حياته او اعماله. ما هو عشان كده انا نفسي ان انت تقرب من بابا اكتر وتبقى معاه في الشغل، عشان العصابه اللي احنا وقعنا فيها دي واضح ان هما ناويين يحطوا رجلهم في الشغل كمان، وانا شايفه ان ما ينفعش حد غيرك يدخل معاه في الشغل. وانا شايف انه كفايه كلام عنهم بقى. ممكن نتكلم عننا احنا شويه؟ ولا انا ما بوحشكيش زي ما انت بتوحشيني؟ مينفعش خالص انك تفضل تجيلي في شغلي كده، عمري ما هعرف اتكلم معاك هناك براحتي. انا من يوم ما جيت وانا ماشيه جنب الحيط وكافيه خيري شر بس عشان اعيش. مينفعش ابدا الناس اللي استأمنوني على شغلهم وعلى حياتهم فجأة يكتشفوا ان انا كدابه. وانت ليه ما قلتيش للناس دي انك متجوزه؟ عشان ما كنتش عايزه ابقى مضطره اني احكي اني كنت بتضرب وبتهان، وعشان كده هربت. ايه اللي خلاني قاسي عليكي كده يا كلمات؟ ما انا قلت لك ان انت كان عندك هواجس وافكار مسيطره على عقلك. مجنون يعني؟ هو انت حاسس اني بتبلى عليك؟ لا ما اقصدش، بس مش فاهم، لو انا بني ادم شرير كده ليه انا دلوقتي مكسوف من اللي انت بتحكيه عني؟ ليه لما فقدت الذاكره ما بقتش حاسس تجاهك بالغل اللي انت بتحكي عنه؟ هل كان في حاجه مزعلاني منك فلما نسيتها ما بقتش وحش معاكي؟ حاجة زي ايه؟ معرفش يا كريمان، أنا اللي بسأل. واحد ليمون لو سمحت. أنا ما بشربش ليمون. واحد برتقال لو سمحت. أنا آسف. واضح إن في تفاصيل كتير لازم ابقى عارفها من اول وجديد. انا طلبت ليمون عشان تهدي اعصابك شويه. انا هادية وعارفه كويس انا عايزه ايه. انا عايزه بنتي، انما انت ارجوك ريحني وقول لي انت عايز ايه. عايز اعرف انا مين. مين كانسان؟ وليه كنت بتعامل معاكي كده؟ وليه استحملتيني كل ده؟ عشان ليلى. بس انت قلتيلي ان انا من الاول وانا كده، من قبل حتى ما نخلف ليلى. جربت اسيبك وابعد عنك ورحت لابويا، عملت له مشكله ورجعتني غصب عنه، وبعدين حملت وجت ليلى، ومن يوميها وانا قفلت على نفسي ورديت بسجنك. حتى علي اخويا قطعته عشان اكفيه من شرك اللي كان طايل اي حد من طرفي. ليه؟ انا كنت كده ليه؟ يا بنت الناس انت فاهمه اللي انا فيه؟ انت بتحكي لي حاجه وانا من جوايا حاسس حاجه تانية خالص. وانا اللي كنت عايز ارجع للراجل اللي كنت عليه. انما بعد اللي انت حكيتيه أنا مش عايز الراجل ده ولا عارفه.
مساء الخير. مساء النور. منيح انك جيتي ونادى نايمه، لانه في موضوع بدي احكيك فيه. خير؟ لا، غير ثيابك وانا رح احضر العشاء ونقعد نحكي. في ايه؟ قولي لي دلوقتي. في انه لازم نبلش نحضر للوضع الجديد. لازم نتاكد اذا موضوع النقل على القاهره بعده وارد، لانه لازم بلش تابع مع دكتور. واذا رح نضلنا هون لازم حضر اوضه الاطفال لتستقبل البيبي الجديد. وكمان لازم نتاكد انه وداد مش رح تتركنا مثل اللي قبله وتمشي، والا لازم نجيب وحده جديده تقعد مع نادزا وتتعود عليها لبين ما كان اجى البيبي. يعني في اشياء كثير رح تتغير. هلا رح نصير عائله عن جد يا فريد. طب ما احنا عائله بجد. بس اللي فات شيء، ابتداء من هلا الوضع رح يكون مختلف تماما. عملت ايه مع ايمان؟ هبعت لها اقول لها تجهز حالها وتجيب ليلى وتيجي، وهبعت لهم يخليهم يبعتوا لي فلوس من البلد، وابعتها لهم حق التذاكر. وانتي بيتهيألي ما يصحش تبقي قاعدة في بيت لوحدك دلوقتي، ولا ايه؟ أنا مش قاعدة لوحدي ومرتاحة قوي في البيت اللي أنا فيه، وما فيش حد يعرفنا هنا عشان يمسك لنا كشف اللي يصح واللي ما يصحش. المهم إن احنا دلوقتي نعمل اللازم ونخلي إيمان ترجع بليلى. وثمة حياة تنبض لتطفئ قلوبا قبلها كانت قد أوشكت على الحياة. عزيزي فريد، أكتب لك من حيث تحدثت عيوننا لأول مرة. كريمة، أنا آسف ما كنتش موجود اليومين اللي فاتوا، بس أنت عارفة ظروف عزيز. عارفة. لما كلمتيني على المستشفى صوتك ما كانش ولا بد. إيه اللي مضايقك؟ في ايه؟ في ده اللي انت لازم تقراه. مش دلوقتي. لما امشي افضل هنا وبقرا.
عزيزي فريد، أكتب لك من حيث تحدثت عيوننا لأول مرة لأفسح لك عن كل شيء، وحين تنتهي من قراءة هذه الرسالة سيكون لك الاختيار، إما أن تستشعر ضعفي وقلة حيلتي مثلما لطالما فعلت، أو أن تنسحب تاركاً لي أجمل وأعذب قصة حب لم يعرف مثلها قلبي ولم يخلق مثلها خيالي، لأعيش عليها ما تبقى لي من نبض في قلبي. كريمان، الحمد لله ان انا شفتك، كنت هتجنن لو ما شفتكيش، لكن انا ما بعرفش اوصل لك فين ولا امتى بعد ما وعيت شغلك. في ايه يا اسماعيل؟ تعالي اقعدي وانا هقول لك. ممكن بعد اذنك لو سمحت تقعدي وهقول لك على حاجه هتبسطك قوي قوي؟ اتفضلي. تشربي ايه؟ لا شكرا. لا ما يصحش. في ايه يا اسماعيل؟ انا كلمت ليلى. كلمت ليلى في ايه؟ قالت لك ايه؟ يعني انت سمعت صوتها؟ انا كمان عايزه اكلمها. قوم بينا بينا يلا نروح. انت كلمتها منين؟ اهدي بس، مش هنعرف نكلمها دلوقتي. انا كنت عايزه اتفق مع ايمان ان احنا نكلمها سوا، بس انا ما اعرفش ظروفك ايه. انت ممكن تقولي لي على الميعاد اللي يناسبك واتفق معاه؟ من زمان الميعاد فات، من زمان يا اسماعيل، من يوم ما انت اخذتها مني. طيب خلاص يا كريم، قصدي يا كريمان، انا حتى ما بقتش عارف اندهلك اقول لك ايه. المهم هي نايمه دلوقتي، مش هنعرف نكلمها. أنا ممكن أعدي عليك الصبح نروح نكلمها سوا، أو لو حابة بعد شغلك. من نجمة نروح. ممكن كمان ممكن نفضل مع بعض لحد ما نكلمها. هي قالت لك إيه؟ هي بقت تتكلم دلوقتي؟ يعني مش كلام صريح، بس إيمان كانت جنبها وكانت بتقول لها قولي له يا بابا، وقالتها. ليلى وحشتيني يا ليلى، وحشتيني يا نور عينيا. آسف لنا كلنا. Thank you.
حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعرف الانسحاب ما إني عارف أنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد قد أعرض الانسحاب.